باه، بعد ما وصلنا نصبنا الفاير بيس في الجهاز متاعنا، توا باش نحكيو على الفاير بيس باش نشوفوا كيفاش باش نصبوه في وسط المشروع متاعنا. باه، للي ما يعرفش الفاير بيس، خلي اول حاجه نمشيو للموقع firebase.google.com. باه، للي ما يعرفش فاير بيس، فاير بيس هي بيئه تطويريه تشتغل كباك اند، تم صناعتها من جوجل. جوجل هي قامت بصناعتها، هي مش جوجل اللي قامت بصناعتها، هم زوز أشخاص اللي قاموا صناعتها، ومن بعد تم شرائها من تل جوجل. جوجل هي قامت بشرائها. أو كان تجي لهنا تبحث على الفاير بيس في جوجل وكل شيء يعطيك المعلومات الكل على الفاير بيس. المهم، من سنة 2014 استحوذت عليها شركة جوجل والتابعة شركة جوجل. واضح، تم تأسيسها من تم هو جيمس تامبلين وأندرو لي، هذا هم اللي قاموا تأسيسها الفاير بيس. به الفاير بيس وشنو هي؟ بيئة تطويرية تشتغل كباك اند، موفرت لنا برشا حاجات. باهي، اجي نمشيو مع بعضنا. اول حاجه باش تدخل الفاير بيز دوت كو دوت جوجل دوت كوم. من بعد ما تدخل للفاير بيز تعمل جو تو كونسل باش تدخل للداشبورد نتاع الفاير بيز، وباش نشرحوه بالتفصيل شنو هو الفاير بيز. باهي، احنا قلنا تو اللي هو ماله الا بيئه تطويريه تشتغل كباك اند، وتم صناعتها من شركه جوجل. جوجل هي من قام التطوير. باهي، اول ما بيجيك الواجهه هذه بعد ما تعمل جو تو كونسل، ما همش باش يجيوك المشاريع هذوما. المشاريع هذوما هما المتواجدين عندي من قبل، انا قمت بصناعتهم. واضح، ما همش باش يجيوك هذا من الكل. انت اول حاجه تعملها لازم تعمل اد بروجكت، يعني باش تقوم صناعه مشروع جديد. باهي، المشروع نتاعنا شنو تسموه؟ مثلا ماي بروجكت، انت شنو واش تسمي؟ تسمي باهي فيو جي اس، مثلا سميته ماي بروجكت فيو جي اس. اوكي، كونتينيو. من بعد يسألك كان تحب تعلم على جوجل اناليتكس، تحب تستعملها في المشروع متاعك او لا. احنا نخلوها كيف ما هي، نحبوا نستعملوها في المستقبل، ما احنا مش نستعملوها في المشروع متاعنا هذا، لكن نخليوها كيف ما هي بار ديفولت. كونتينيو. باهي، من بعد يقول لك باش تختار ديفولت اكونت فور فاير بيز ولا تعمل اكونت اخر. نحن نقولوا ديفولت اكونت فور فاير بيز اللي مسجلين به احنا في الحساب لنا. اول حاجه كما قلت لازم يكون عندك، ما قلتش المعلومه دي محاله، لازم يكون عندك حساب في الجيميل. واضح، تدخل الحساب في الجيميل، وبعد تدخل firebase.google.com باش تطلع لك الصفحات هذوما، ليزيتاب هذوما اللي عملناهم الكل. واضح، باه كرييت بروجكت، انتظروا حتى يتم صناعه المشروع لينا اللي هو اسمه ماي بروجكت فيو جي اس، او الاسم نتاعو. ننتظر قليل من الوقت، باهي ننتظر حتى شي يتم انتهاء من البروجرس بار، هذا العداد هذا اللي نشوفه فيه قدامنا. الفاير بيز يوفر لنا برشا حاجات، يوفر لنا داتا بيز، يوفر لنا اوثنتيكيشن، يوفر لنا مجموعه من الادوات اللي نستحقوها في المشروع نتاعنا. باهي، كونتينيو. من بعد ما تعمل كونتينيو باش يحل لك الداشبورد نتاع المشروع نتاعك اللي هو كما تشوفوا قدامنا هاوكا ماي بروجكت فيو جي اس. باهي، نعرف اللي برشا من الناس اول مره تشوف الصفحه هذه كان فما ما يعرفوش مثلا شنو هو الفاير بيز، او نشرحوه مش باش نشرحوه الكل محاله، فهمتني، لكن باش نشرحوا الحاجات اللي باش نستخدموها. الفاير بيز يوفر لنا الاوثنتيكيشن، ان المستخدم ينجم يسجل في الموقع. كان ندخلوا الاوثنتيكيشن هنا ينجم يسجل في الموقع، يعني نربطوها احنا الاوثنتيكيشن هذايا مع الموقع نتاعنا، وينجم المستخدم يسجل في الموقع نتاعنا اللي هو هذا اللي يقوم بصناعته احنا باش نقوموا بصناعته في المستقبل. باه، كما تشوف يوفر لنا مجموعه من الاوثنتيكيشن اللي هي تسجيل الدخول عن طريق الايميل اند باسورد، بالفون، بجوجل بلاي جيمز، جيم سنتر، وفيسبوك، وتويتر، وجيت هاب، وياهو، مايكروسوفت، والابل، وانونيموس. كيف كيف زاد احنا. ومن بعد تسجيل الدخول نجم نعملهم بهذا الكل. انت ساعات تدخل موقع وكل شيء، بعض المواقع كي تدخل تلقى يقول لك تسجيل الدخول عن طريق جوجل ولا الفيسبوك ولا تويتر. الاكثر ديما هذوما يستعملهم، تويتر ولا فيسبوك ولا جوجل ولا ايميل اند باسورد هكا، ولا الفون، ديما هذوما اكثريتهم المستخدمين. باه، احنا باش نستخدموا الايميل اند باسورد، نجم حتى نستخدموا الفيسبوك، ممكن تو نستخدموا الفيسبوك باش تسجلوا الدخول به، كيف كيف مع جوجل اللي هو يقصد به لهنا الجيميل جوجل. واضح، باه نحن نعلموا لهنا بو نخلوها هذه ما مش نستحقوها توا، نفسر لكم وكا هو الاوثنتيكيشن. باه، كيف كيف عندنا الكلاود فاير ستور. الكلاود فاير ستور هي الداتا بيز نتاعنا. على فكره معلومه من تو خلي تاخذوها، اللي الفاير بيز الداتا بيز نتاعو نو اس كيو ال، مش كيما الماي اس كيو ال. كان فما واحد يشاهد فينا وعنده علم على الداتا بيز وكيفاش يشتغل وكل شيء،
المعلومه اللي لازم تاخدوها اللي الفاير بيز نو اس كيو ال مش كمان ماي اس كيو ال. ماي اس كيو ال ما تشتغل بالتايبل وبالرو بالكولون وبالرو، الفاير بيز لا يشتغل بالنو اس كيو ال كيما المونجو دي بي. واضح اللي ما يعرفش مونجو دي بي اللي هي تشتغل بال باهي. خلينا نشوف ونشغلوا نختاروا كلاود فاير ستور ولا ريال تايم داتا بيز، هذوما زوز كيف كيف. باهي الكلاود فاير ستور اجد من الريال تايم داتا بيز، هذه كانت تشتغل من قبل، لكن من سنة 2018 2019 على ما يبدو تم إضافة الكلاود فاير ستور. واضح كلاود فاير ستور هي اللي باش نستخدموها احنا. باهي نعملوا كرييت داتا بيز. جي لهنا يقول لك الداتا بيز نتاعك تحبها برودكشن مود ولا في التست مود. احنا طبعا باش نعملوا تيست مود من الاول باش يخلينا خاطر في البرودكشن مود بعديك لازم تكون تعمل بعض التعديلات على الرولز نتاعك. باهي نعملوا تيست مود نيكست. يجي لهنا يقول لك اختار السيرفر اللي باش تختاره، هذا الفاير بيز وكل شيء ما هو ماله الا سيرفر فاير بيز ما تشوفوه في اونلاين. انا هي اقرب نقطه ليك باش نجم، هو موجود في العالم موجوده مجموعه من السيرفرات كما تشوفوا قدامكم، هذه مجموعه من السيرفرات موجوده في العالم. واضح احنا باش نشوفوا اقرب نقطه لنا. واضح بحكم انا من تونس وكل شيء، تونس اقرب نقطه لنا هي اوروبا، باش نختار هذه اوروبا. واضح الدول العربية كل ممكن تشاهد فينا تختار أوروبا خاطر أقرب لها الدول الأوروبية أقرب من اليو اس اليونايتد ستيت يعني أمريكا. به نختار أوروبا مثلا، تعمل إينيبل، ننتظر شوية حتى تتم صناعة لنا الداتابيز. به على فكرة معلومة، اللي كلاود فاير ستور والريال تايم داتابيز الزوز ريال تايم داتابيز، ريال تايم داتابيز يعني كي يصير تغيير في الداتابيز لهنا بالوقت يصير التغيير لهنا. يعني مثلا عندك فاريابل لهنا اسمه نايم، مثلا الداتابيز نتاعك اسمه حسام، انت في جيت عدلت عليه الحسام هذاك ورديت له اسمه صالح. واضح بالوقت يتم التغيير لهنا ريال تايم داتابيز، يعني مش بالضروره خاطر اسم هذه ريال تايم داتابيز معناها هذه ريال تايم داتابيز، لا حتى هذه زاد ريال تايم داتابيز. واضح الكلاود فاير ستور والريال تايم داتابيز كيف كيف واحده منهم تستخدمها. باه كيما تشوفوا هيك الداتابيز نتاعنا كيفاش نتعاملوا معاه. كيما تشوفوا الداتابيز نتاعنا اسمها ماي بروجكت فيو جي اس، هي تتكون من مجموعه من الكوليكشن، وكل كوليكشن او خلينا نكتبها في لهنا. باه نعملوا باند، حلو الباند نتاعنا للي ما يعرفش فاير بيز. هي مجموعه من الكوليكشن، عندنا الداتا بيز نتاعنا هذه كل، هذه كل الداتا بيز نتاعنا. واضح تتكون من مجموعه من الكوليكشن، مجموعه من الكوليكشن. واضح الكوليكشن عباره تيبل، عباره تيبل مثلها عباره تيبل، لكن هي مش كيما التيبل جمله. باهي مجموعه من الكوليكشن كيما تشوف عندنا تروا كوليكشن، هاي سي 1 سي 2 وهذه سي 3. واضح 3 كوليكشن. باه نعمل مثلا كوليكشن نسموها مثلا يوزرز، عندنا كوليكشن هنا سميناها يوزرز. باه كل يوزر كل كوليكشن تتكون من دوكيمنت. باه نرجعوا للبانت نتاعنا، كل كوليكشن تتكون من دوكيمنت، مجموعة من دوكيمنت. باه ناخذ لون آخر مثلا اللون الأخضر هذا، كل كوليكشن تتكون من مجموعة من الدوكيمنت كما تشوفوا هذوما عبارة على دوكيمنت. واضح كما تشوفوا قدامنا مش بالضرورة ثلاثة كهو دوكيمنت، راهي مجموعة من دوكيمنت، نجم تعمل حتى 1000 دوكيمنت في وسط الكوليكشن. واضح باه بالنسبة للدوكيمنت تحب تسميها انت، تحب تعطيها انت اسم من عندك، ولا تنجم تعمل اوتو اي دي يعطيها اسم هو من عنده، يعمل جينيريت من عنده الاسم. واضح نعمل جينيريت، احنا من المستحسن انك ديما تعمل جينيريت حتى كان في صورة ما تم اختراق الداتابيز نتاعك وكل شيء. هي طبعا ما ينجمش يخترقها حتى واحد، لكن من المستحسن انك تعمل ديما اوتو جينيريت وكل شيء، عندك دوكيمنت من عنده. به كل دوكيمنت، كل دوكيمنت فيه مجموعة من الفيلدز، فيلدز او تشوف فيها قدامك. به فيلدز اجي نمشيو للباند، اش معناها فيلدز، ناخذ لون اخر مثلا هذا مش واضح، ناخذ الازرق مثلا، مجموعة من الفيلدز سهلة برشا، راه ما تصعبوهاش. لحظة شوية تو كي ندخلوا في العمل تو تفهموا سهلة برشا، والفاير بيز راهم مستخدمينه برشا كباك اند يشتغلوا بيه وكل شيء، ويشتغل على تطبيقات الويب وتنجم تشغله حتى على تطبيقات الموبايل. يعني حتى كان انت مختص في صناعة تطبيقات الموبايل تنجم تشتغل بالفاير بيز. ريتها هذوما عبارة على كوليكشن،
الكوليكشن ليش تتكون؟ تتكون من اسم فيلد، الاسم تاع الفيلد هذاك والفاليو نتاعو. مثلا فيلد والفاليو نتاعو، باهي احنا شنو عندنا؟ عندنا كوليكشن هكا، ولا كوليكشن هي هذه سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي سي 1 وسي 2 وسي 3. ما نحبش نتكلم بالفرنسي خاطر بعض الدول العربية ما تفهمش الفرنسي، باهي. وفيها مجموعة من الدوكيمنت، احنا عملنا توا كوليكشن، كوليكشن اسمها يوزرز، وعملنا دوكيمنت اسمه هذا. توا باش نعملوا الفيلدز، الفيلدز كنا الدوكيمنت في وسطه فيلدز، باهي. مثلا شنو هو الفيلدز؟ عندنا النيم مثلا اسمه حسام، الفاليوم تاعو حسام، كيف كيف التايب نتاعو شنو تحبوه، سترينج، نمبر، بوليان، ماب، اري، نال، تايم ستامب اللي هي بتاع التوقيت هذايا، جيو باوند ولا ريفرنس، احنا نخلوها سترينج، باهي. نجمو ناخدو واحد اخر مثلا نسموه ايج، مثلا ايج نتاعو 24 نخلوها نمبر، نحطوها نمبر، عفوا نمبر، تحط التايب وبعد تحط الفاليو. ناخذ واحد اخر مثلا ايميل، ايميل واش خلوه سترينج مثلا، وينو بابا ات جيميل دوت كوم، واضح باه. تحب نزيد فيلد اخر ولا نخليه هكا؟ احنا باش نخليه كيما هكا ونعملو سيف. ايش نشوفوا كيفاش باش تظهر لنا؟ ايوه كيما تشوفوا قدامنا عندنا الدوكيمنت الكوليكشن نتاعنا، هاو تنجم تعمل اضافه كوليكشن جديد، وعندنا الدوكيمنت نتاعنا هاوكا، وفيه مجموعه من الفيلدز. او كان نضغطوا على اليوزرز لان تو ضغطوا الكل، واضح. نضغطوا على اليوزرز تو يتنحى الفيلدز، نضغطوا على الدوكيمنت يورينا الفيلدز نتاعه، باه. نعملوا دوكيمنت اخر يا اخوي، نحبوا نفهموا واحد دوكيمنت اخر، نعملوا اوتو اي دي، نحبوا كيف كيف نفس التسميه طبعا باش نسميوه، هذا اسمه صالح. الايج نتاعو شنو هو العمر نتاعو؟ مثلا نختار التايب اول حاجه، نقول عمره 30، ونحط الايميل نتاعو. شنو هو الايميل نتاعو؟ صالح @جيميل دوت كوم. شنو مشكلتنا مع صالح؟ سيف. كيما تشوف عندنا دبل كوليكشن تاعو، كيما تشوف الصوره دي عندنا كوليكشن، دبل دوكيمنت، عفوا عندنا كوليكشن وفيها مجموعة من الدوكيمنت. قداش عندنا من الدوكيمنت؟ عندنا كوليكشن هاوكا، وفي في تو دوكيمنت. نجم تعمل اد فيلد اخر، تعمل اد فيلد اخر باش تضيفه على ذي، واضح باه. نحبوا نعملوا مثلا كوليكشن اخر، مثلا نحبوا نضيفه يا خويا اد فيلدز، نحبوا فيلدز اخر نفيلوه، باه نضيفه لهنا. شنو هو مثلا نضيفه؟ الادريس مثلا، الادريس نتاعو بلا 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 دبل دي، باه. كيف كيف الدوكيمنت هذا زاد نحبو نضيفو الادريس، كيف كيف نخربشو اي حاجه ونقولو سيف. كيما تشوف عملو نجم نضيفو فيلدز، نجمو نعملو ستارت كوليكشن اخر، نعملو كوليكشن اخر معناها هذا عندنا يوزرز في تو دوكيمنت، وكل دوكيمنت في مجموعه من الفيلدز متشابهينهم الفيلدز نتاعهم، واضح، لكن يختلفوا في الفاليو. نجمو نعملو كوليكشن اخر، مثلا شو نسميوه هذا؟ برودكتس مثلا، سيف. كيما تشوف باش نعملو اول حاجه يعطيك الديفولت، يقول لك شنو الدوكيمنت الاولاني باش تحب تعمل. نقولوا مثلا اوتو اي دي، اعطوه، اعطيني الدوكيمنت من عندك، اسم الدوكيمنت من عندك اعطيه هنا انت، باه. شنو اسم مثلا؟ عندنا نيم برودكت، نيم برودكت بلا 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 بلا، مثلا سامسونج، باه. البرايس نتاعو نقولو مثلا 200 دولار، نمبر تحط نمبر وبعد 200 دولار، هكا فقط نحط 200 وكهو سيف. كيما تشوف تو عملنا دوكيمنت بروديكت هاو في دوكيمنت واحد، كيما تشوف عطانا ناي بروديكت والبرايس نتاعو. نجمو نعملو دوكيمنت اخر في وسطو هذا، شنو عنا؟ نايم بروديكت كيما كنا نسميه، وسترينج والفاليو نتاعو شنو هو؟ باش نقولو مثلا هواوي، هواوي، هواوي ما عرفش كيفاش تكتب حصيله باللغة الصينية، المهم مش مشكل في التسمية. البرايس وعندنا البرايس نتاعه، نقولوا مثلا 100 دولار، نحطوا نمبر الساعة، تايب نتاعه نمبر 100 دولار، سيف. كما تشوف عندنا برودكتس في تو دوكيمنت، وكل دوكيمنت موجودة فيه كما تشوفوا هاوكا الدوكيمنت اللي قدامكم في وسطه فيلدز، وعندنا اليوزرز. هذا هو الداتابيس كيفاش نتعاملوا معاه، باه.
الريل تايم داتابيس كيما الفاير ستور بالضبط، لكن عندها شكل اخر، كرييت داتابيس، نختار اوروبا اللي هو في بلجيكا كيما تشوفوا، اقرب نقطه لينا، تيست مود انيبل. احنا طبعا باش نستخدم واحده برك، الفاير ستور ولا الريل تايم داتابيس، احنا باش نستخدم الفاير ستور في المشروع بتاعنا. انا فقط تو قاعد نشرح لكم في الفاير بيس، للي ما يعرفش الفاير بيس. كما تشوف اول حاجه تعمل اد داتا لهنا، اد داتا، وتسمي الداتا نتاعك شنو هي، مثلا يوزرز. تجي من بعد في وسط اليوزرز هذايا، وينو على ما يبدو، ات اكسباند اي عاد، بلوكت او يرجع عاد. ديليت الصفحة متاعنا تبلوكت، نعمل رولد للصفحة. نفسه هو الفايل ستور كما الفايل ستور بالضبط، لكن عندها شكل اخر. كيف تتكون من نفسها، هي بدا نوز اس كيو ال، تتكون كما كنا نفسركم توا، تتكون من كولكشن، وكل كولكشن هاوك باه عن النايم شنو هو، الفيلدز نتاعنا شنو هو، من الاول اسمه شنو سمينا عاد احنا، نفس التمشي وبيدو نايم، نسيت انا شنو كنا مسمين في فايل ستور هنا، وتحط الفاليو نتاعو شنو كنا مسمين احنا، نايم حسام اي، وعن الايج نتاعو هوس كيفاش. ارجع نايم، وعندنا الايج نتاعو، ايج نتاعو 24، اد كيف نعملو فيلدز اخر، الايج وحسام والايج فقط مش مشكل، وتنجم تعمل دوكيمنت اخر واضح، هذا كله تقعد تحت بعضهم كيف كيف تقعد تخدم فيهم هاوك هكا، تعطي اسم الدوكيمنت لهنا وتعمل تحت الفيلدز، نفس التمشي هو بيتو به. وعندنا ستورج، ستورج هي شنو؟ ستورج وين تحب تخزن المعلومات نتاعك، مش المعلومات نتاعك، كان عندك داتا باش تحب تخزنها، كان صور، كان ملفات، كان أي حاجة تحب تخزنها، ولا فيديوهات نجم تخزنها في ستورج هذا. هو الديفولت نتاعو يعطيك في اليوساج في الفايلز مش محاطين، على ما يبدو أنه يعطيك 100 جيجا، على ما يبدو لا أقل، مش 100 جيجا، 10 جيجا ستورج نتاعو. على ما يبدو انه 10 جيجاوات يعطيهم لك، ما نعرفش، لازمك تدخل الفاير بيس يعطيك الفري لهناك، تدخل الدوكس نتاعها يعطيك الفري قداش، خاطر هي وراه مدفوع، هو مجاني يعطيك من لون مجاني، لكن بعديك انت كان تحب تكبر فيه وكل شيء، مش لهنا في الاكس ابجريد، اهو في الابجريد سي اول بلان ديتالز، يعطيك يوفر لك مجموعة من الأدوات، مجموعة كبيرة من الأدوات، شوف كيفاش ربي سبحانه. هي يفتح لي سي اول ديتيلز باش نجم نشوف، يفتح لنا في نفس الصفحة. يا الله يا كريم، مش مشكل باهي، فاير بيس دوت جوجل دوت كوم، ونمشي والبرايسنج، هاو البرايسنج، تمشي البرايسنج وهو يعطيك لهنا الفري من الاول قداش ستورج 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 ستورج، كيما تشوف 5 جيجا، اهو 5 جيجا من الاول يعطيك 5 جيجا، وكان باش تحب تضيف 5 جيجا اخرى لازمك تضيف على هذا، اهو 0.026 دولار بر 1 جيجا، و1 جيجا كا باش تحب تضيف جيجا واحد هكا، هاو تضيف هذوم، واضح السعر هذا يعني رخيص برشا، مش غالي راه، يعني مش غالي برشا، وأعظم الأدوات اللي كل الموجودين لهنا، يعني تحب تدخلهم أنت في وسط المشروع متاعك، الستورج والتست لاب والريموت كونفيج هذيك فري يعني مجانية، الريال تايم داتابيز يعطيك الطيب الكبر متاعها وكل شيء، تنجم تدخل البرايسينج وتقرا كل شيء وحدك يعني. باهي
كما قلنا ستورج تنجم تخزن فيها الصور نتاعك، تخزن فيها فيديوهات، تخزن فيها كل شيء، اي حاجه باش تسحقها تخزنها لهنا. به وعندنا الهوستنج. الهوستنج هي شنو؟ هي الهوستنج هي باش ترفع عليها المشروع نتاعك من بعد، ترفع عليها المشروع نتاعك من بعد، بعد ما تكمل المشروع نتاعك بالفيو جي اس وتربطه بالفاير بيز وتربطه بالريال تايم بالداتا بيز نتاعك وتعمل اوثنتيفيكيشن، ترفع المشروع نتاعك على الهوستنج لهنا. واضح؟ وكيف كيف الفانكشن كان تحب تدخل كود خارجي وكل شيء تنجم تستعمل الفانكشن. الفانكشن اذا تنجم تدخل اي بي اي ولا اي حاجه تنجم تدخلها في الفانكشن لهنا، تنزل الفاير بيز في الجهاز نتاعك. هذا مش موضوعنا تو. باهي، وعندنا الماشين ليرنينغ ومجموعه من الادوات الاخرى اللي احنا مش نستعملوها في المشروع نتاعنا، كيما تاع الاناليتيك والكراشليتيكس. كراشليتيكس اللي كانت صارت مشكل في وسط الموقع نتاعك، ينجم الكلاش ليتيكس كي تدخلها في وسط المشروع نتاعك، كي تربطها بالمشروع نتاعك تنجم تعطيك الديتيلز الكل. يعني كان صارت مشكل في المشروع نتاعك، معناها المستخدم يستخدم في الموقع نتاعك مثلا صارت له مشكل، المشاكل هذيك كلها ترسل لهنا الكلاش ليتيكس باش انت تنجم تحل المشاكل هذيك في المستقبل. والبرفورمانس والتست لاب والاب ديستريبيوشن وغيره والداشبورد والايفنتس، وهذا من كل مجموعه من الادوات اللي بوفرهم لك الفاير بيس. طبعا مجانيه لكن لحدود معينه، معناها مش مجانيه على الاخر، معناها الا كي باش تجي تطور فيها ولا اي حاجه لازمك تدفع شويه فلوس، تعمل ابجريد لهنا بتدفع لهنا فلوس شهريا. طبعا نحن مش نستحق مش نستحقوهم الادوات هذوما كل، خاطر احنا توا فقط باش نشغلوا المشروع بتاعنا الفيو جي اس وباش نشوفوا اللي تعلمناه في دوره الفيو جي اس الكل. به باش نستخدمه فقط للاوثنتيفيكيشن والكلاود فاير ستور والستورج والهوستنج فقط. واضح؟ باهي، خلينا نشوفوا كيفاش باش ننصبوا المشروع نتاعنا. نرجع نكليكيو لهنا على بروجكت اوفر فيو وباش نشوفوا كيفاش باش نربطوه مع المشروع نتاعنا. باهي، كيما تشوف لهنا الفاير بيز يقول لك راهو يتربط مع الاي او اس، مع الايفون نتاعك ولا مع الاندرويد كم السيستم نتاعك اندرويد ولا مع الويب. احنا طبعا المشروع نتاعنا فيو جي اس طبعا ويب، باش نربطوه مع الويب نكليكيو لهنا على الويب ويقول لك شنو تحب تسميه. احنا طبعا مسمينه من قبل ماي بروجكت فيو جي اس، تحب تسميه نفس الاسم ولا يعني هذا جاست لابي وكهو اللي باش وفره لك، هو سميته بنفس الاسم، انا تنجم تسمي اسم اخر. به بعد ما تعمل الكونتينيو باش يعطيك لهنا اذا باش تحب تضيف الفاير بيز نتاعك في السي دي ان، يعني تضيفه في صفحه الاتش تي ام ال، لكن احنا باش نضيفوه في وسط الفيو جي اس باش نعملوا له فاير خاص به. نعملوا نسق لهذا اهوك مالفاير فاير بيز ايكوال حتىكش لهنا، حتىش لهنا. واضح؟ كوبي. باهي، اول حاجه لازم نفتحوا السي ام دي نتاعنا باش ننصبوا الفاير بيز في وسط المشروع نتاعنا. سي ام دي وندخلوا للمشروع نتاعنا اللي هو سي دي ماي بروجكت فيو جي اس، ونعملوا ام بي ام انستال للفاير بيز في وسط المشروع نتاعنا. ام بي ام اي اي اختصار كلمه انستال، تعلمناها هذه من قبل وفسرتها شنو الاي، وفاير بيز ننتظروا حتى يتم تنصيب الفاير بيز في وسط المشروع نتاعنا. احرص انك دخلت المشروع نتاعك، لازم تكون دخلت المشروع نتاعك ومن بعد تعمل ام بي ام اي فاير بيز اللي هي ام بي ام انستال فاير بيز. به نعود لكم بعد ما يتم تنصيب الفاير بيز في وسط المشروع نتاعنا. به قاعد يسجل. به كما تشوفوا بعد ما تم التنصيب نتاع المشروع نتاعنا هاي النسخة نتاعو اللي هي 8.2.3. واضح؟ باه، اجي ندخل المشروع نتاعنا باش نتأكدوا من المشروع اللي الفاير بيز اللي هو تم تنصيبه، وندخل الباكيج دوت جيسون ونلقاو لهنا اللي هو تم إضافته في الديبانتيسيز هاوكا اللي هو الفاير بيز، وهذه هي النسخة نتاعو. باه، توا باش نشوفوا كيفاش باش نقوموا بإضافته. احنا شقلنا عملنا نسخ لهذا هاوكا، نقوموا بنسخه قوم بنسخه، نجيو لهنا في ال SRC ونقوم بإضافة فايل جديد نسموه firebase.js. واضح؟ كما تشوف الفايل نتاعنا فارغ. باهي، أول حاجة باش نعملو import all as firebase from firebase. شنو معناها هذي؟ الأدوات المتواجدة كل في firebase جيبهم لي الكل، جيبهم لي كل وحطهم لي في فاريابل اسمه فاير بيز، هاك في الاوبجيكت هذا اسمه فاير بيز، هاك فروم منين؟
فروم فاير بيز، اللي هو يعرف وحده اللي موجود في النود مودجول، كان تبحث عليه في النود مودجول تلقاه به. ومن بعد نعمله لصق للي عملنا له نسخ هذا الكل اللي هو هذا، واضح به. طبعا الملف هذا طبعا باش نستخدمه في الملفات الكل الباقيه الكل اللي باش نقوم بصناعتها، نجيب لهنا ونقولوا export default firebase. الفاريابل هذا اللي اسمه firebase نحب نعمل له export باش نجم نستخدموه في ملفات اخرى، واضح. نعمل له export يعني قبل باش تصدروا انت الملفات اخرى، export واضح. كنترول اس، وهذا وهكا نسمى نصبنا الفاير بيز وقمنا بإضافته في المشروع نتاعنا. يلا من الفيديو الجاي نبداو في تقسيم الصفحات، وبنشوفوا نعملوا في الصفحات وتقسيم الموقع نتاعنا كيفاش باش يكون. إذا استفدت من الفيديو اعمل لايك، وإذا عجبك إذا ما اشتركتش في القناة اعمل سبسكرايب، خلينا نكبروا القناة شوية دعم باش خلينا نصوروا أكثر فيديوهات وتحفزنا أن نصوروا أكثر فيديوهات. وإذا عندك أي استفسار ولا صارت لك أي مشكل في على فكرة صارت لك أي مشكل في تاريخ التنصيب ولا في التمشي اللي قمنا به، احنا تجب تحطه في كومنت ونجاوبك في أقرب وقت. على فكرة في تاريخ التنصيب الفاير بيز يمكن يعلق معاك، كما يقولوا الخليجيين يقول لك يعلق معاك، يعني أنت ما يحبش يتنصب بعد ما تعمل ام بي ام اي انستال يقف لهنا، نجم تحط يعني تضغط لهنا في وسط السي ام دي وبعد تعمل انتر باش نجم يتحرك، واضح. اذا صارت لك المشكله هذه تحط تضع معناها التكليكي لهنا في وسط سي ام دي وبعد تضغط انتر باش يتم التنصيب نتاعو، يمكن يعلق معاك. صارت لي اخذت المشكله هذه. يلا الى اللقاء، قابلوا في الفيديو اللي بعده.